بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله فرشا مفتوحا للتحولات والإصلاحات الهيكلية التي تنسجم مع انتقالات المجتمع وتطوراته وتستجيب لمتطلبات المرحلة والتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وترتقي بلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة. فبفضل الإصلاحات الدستورية هي الدستور 2011 والسياسية من خلال إصلاح منظومة وقوانين الانتخابات والأحزاب نجحت بلادنا والحمد لله في تنظيم في يوم 8 سبتمبر 2021 استحقاقات انتخابية وكسب الرهان ترسيخ الخيار الديمقراطي. وكان حزبنا المتشبه برصيده الفكري المتنوع ومرجعيته التعادلية المتجددة وقوته الاقتراحية المبدعة ومشروعه المجتمعي التعادلي المتوازن والمتضامن فاعل في مساهمته المسؤولة في ورش مصالحة المواطنين مع الشأن السياسي. ولذلك يمكن أن نقول أنه تم تحقيق واحد الهدف كبير وهو أن أكثر من 50% شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية ذات 2021 وهذا في حد ذاته ربح كبير ومكسب بالنسبة لبلادنا. وكما تعلمون كانت نتائج الاستحقاقات الانتخابية منصفة لحزبنا من حيث استرجاع الثقة في الاختيارات والتوجهات والحلول والمبادرات التي يقدمها الحزب خدمة للمواطنين وللوطن. استعادة جدوائية المشروع المجتمعي التعادلي الذي يدافع عنه الحزب تحت شعار الإنصاف الآن. متانة وجاذبية العرض الاستقلالي المواكب للتحولات المجتمعية. والحصيلة تعرفونها. 81 مقعد في انتخابات مجلس النواب. 17 مقعد في انتخابات مجلس المستشارين. نجاح اتحاد المشغالين بالمغرب ولأول مرة في تكوين فريق نقابي مجلس المستشارين 10 مقاعد. الحصول على المرتبة الثانية في انتخابات الجاوية 140 مقعد. مكنت حزبنا من التمركز في كل المناطق وفي مختلف الجهات. الحصول على رئاسة 4 جهات. الحصول على رئاسة 170 جماعة ترابية وعلى 5600 مستشار ومستشار وتسعة من مجالس العمالات والأقاليم. الحصول على عمودية مدينة سلا بالإضافة للمشاركة في تسيير العديد من المدن الكبرى والجهات والمقاطعات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم عبر مختلف ربوع المملكة. والحصول على 1,300,000 صوت من المواطنات والمواطنين. وتم كذلك حصول حزبنا على رئاسة 6 غرف مهنية من أقوى أكبر غرف المهنية ببلادنا تمكنه من الفوز من 359 مقعدا في انتخابات غرف المهنية. إنها قفزة نوعية ارتقت بحزبنا في صدارة المشهد السياسي ليكون ضمن البديل الديمقراطي التي أفرزته انتخابات. وكما تعلمون تحقق تحولا سياسيا بحكومة جديدة انخرط فيها حزب الاستقلال بمشروعه المجتمعي الذي تم إدماجه في البرنامج الحكومي الذي نحن بصدد تنفيذه على أرض الواقع. وفي هذا الإطار أريد أن أشكر كل من ساهم في هذه النجاحات. الإخوة الأخوات والإخوة المنسقون وكافة أعضاء لجنة الفدية على ما أبانوا عنه منذ المؤتمر 17 من حس نضالي وروح قيادية وحرص على العمل الجماعي والقيادة المشتركة لما يتطلبه من مرونة وانسجام. هنالك كذلك أخت مفتشة والإخوة المفتشون على تابعتهم للمناضلات والمناضلين وسهرهم على من أجل تقوية وتنظيم تنزيل الاستراتيجية التي وضعتها قيادة الحزب للنهوض بأدائه. البرلمانيون من الغرفة الأولى والغرفة الثانية بغينا نشكرهم ونشكر لهم جميعا.
على مجهودات كبيره لبدلوك هذا الاطار من اجل تصريف اختيارات الحزب ومواقفه، وكذلك احترام ودعم اللجنه التنفيذيه لحزب الاستقلال في كل توجيهاتها من اجل ان نصل صوت المغاربه للبرلمان وللحكومه من اجل تحسين ادائنا والعمل على تنفيذ برامجنا على ارض الواقع نصره لكرامه المواطنات والمواطنين في بلادنا. اخواتي واخواني كذلك اعضاء اللجنه المركزيه الذين ساهموا كذلك بفكرهم واقتراحاتهم في هذا الاطار مع الروابط المهنيه كذلك التي اعطت الكثير للحزب في هذا الاطار. اتحاد عام الشغالين الذي تعبأ معنا في هذه الاستحقاقات وحصل نتائج جد مهمه، ووصلنا كذلك الى ان تكون رئاسه مجلس المستشارين من حق حزب الاستقلال وبالطبع اتحاد عام الشغالين. وكذلك منظمه المراه الاستقلاليه على ما قدمته كذلك من انجازات، ومنظمه شبيبه الاستقلاليه على تابعتها وعملها الدؤوب للجميع، ومنظمه الاتحاد العام للمقاولات والمهن الذين لهم دور كذلك اثناء فتره كورونا والصعوبات التي لاحظناها انذاك، وكذلك منظمه الاتحاد العام للفلاحين للعبوا دور كذلك بالنسبه لاستحقاقات الغرف الفلاحيه، وكل مناضلة ومناضل من حزب الاستقلال في كل أنحاء الوطن. شكرا لكم، شكرا لكم، وهنيئا لنا جميعا. أيتها الأخوات، أيها الإخوة الأعزاء، كما تعلمون بلادنا بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس عيده الله عرفت صحوة اجتماعية كبيرة، وخير دليل على ذلك أن بلادنا انتقلت من منطق الإقصاء الاجتماعي إلى منطق الإنصاف والإدماج الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر والهشاشة والتوريد الجيلي للفقر. وهذا المنحى الاجتماعي فهو تم تنفيذه من خلال أولا وقبل كل شيء تعميم الحماية الاجتماعية، من تعميم التغطية الصحية بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين، وكذلك الدعم الملكي الاجتماعي المباشر من أجل كل الفقراء والأسر الفقيرة في بلادنا، كانت لها أبناء أو لم يكن لها أبناء. اليوم عندنا اليوم 1,900,000 أسرة فقيرة لتتوصل على الأقل ب 500 درهم في الشهر، زيادة على ما تم كذلك القيام به في مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال الدعم الاجتماعي، لا بالنسبة للمعوزين ولا بالنسبة للمسنين ولا بالنسبة لتقوية قدرات النساء، وكل ذلك تم تحقيقه من طرف هذه الحكومة طبقا للتوجيهات الاجتماعية، للتوجيهات الملكية السامية في البعد الاجتماعي من أجل بناء الدولة الاجتماعية الحقة، وهي كما تعلمون في صلب المنظور التعادلي لحزبنا العتيد. وفي هذا المنحى الاجتماعي تسير بلادنا بخطى حثيثة لمراجعة مدونة الأسرة تبعا للتعليمات الملكية السامية بإشراك مختلف الفعاليات والقوى الحية، وحزب الاستقلال ساهم بالطبع في هذا الورش الكبير من أجل الالتقاء بأوضاع المرأة وإحقاق المصلحة الفضلى للطفل، ونركز على هذا الأمر إحقاق المصلحة الفضلى للطفل وتقوية مكانة تماسك الأسرة المغربية، لأن نحن في الاستقلال تنعتبر بأن الأسرة المغربية هي النواة لكل نمو وكل تطور في المجتمع، وهي تدخل في إطار التوابيت الجامعة للأمة المغربية أي الدين الإسلامي والوطنية الحقة بالنسبة لبلادنا.
أيتها الأخوات أيها الإخوة، لا شك أن بلادنا أنجزت طفرات الموية بفضل سياسة الأوراش الكبرى والبنيات التي هي مهيكلة ذات مواصفات دولية. تحققت معها إنجازات كبرى على مستوى التجهيزات التحتية واللوجستيكية والصناعية والمنشآت التقنية والعمرانية ذات الإشعاع القاري والإقليمي. لكن تمت طموحات إرادية أخرى لبلادنا في أفق السنوات القليلة القادمة تتعلق بالصعود كقوة إقليمية دولية. هذا هو الهدف ديالنا جميعا، هذا هو الطموح ديال الملك، كي تكون بلادنا قطبا اقتصاديا واعدا في قطاع ومهن المستقبل، في مجال الصناعي، هل صناعة الكهرباء، صناعة السيارات الكهربائية، في مجال الطاقي، الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، في مجال الرقميات، لأن هنالك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، في مجال الاقتصاد الأخضر، في مجال الاقتصاد الأزرق، في مجال اللوجستيك، كذلك في مجال الربط ما بين القارات، بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية إن شاء الله. زيادة على الأوراش والأهداف الكبرى التي سطرها جلالة الملك والتي سنحققها من هنا 2030، كأس العالم 2030، وأنتم تعلمون ما أدراك ما كأس العالم 2030 ينضمه مع إسبانيا والبرتغال، اللي غيطلب أوراش كبرى في عدة مجالات، مجال الملاعب الرياضية، في مجال ديال الصحة، في مجال ديال النقل، في مجال ديال طرق السيارة، لا في التجهيزات التحتية ولا الصناعية ولا النقل، ولا كذلك ما هو مرتبط كذلك بزلزال الحوز، كل ذلك فهو غيدار كذلك في واحد الفترة مع الوكالة ديال الأخصائي الكبير، غيدار من 2000 وغيدار كذلك في هذا الإطار ما بين 2024 و2029، هذا هو الاتفاق اللي دار وغتنطلق إن شاء الله هذه الأمور خلال هذه السنة. هنالك زلزال حول مع كذلك الوكالة ديال الأخصائي الكبير 120 مليار ديال الدراهم، باش ماشي فقط أننا نعوضوا الناس اللي تضروا، ماشي فقط أننا نبنيو من جديد ما تم تهديمه، لا، أن الهدف ديال جلالة الملك وديال بلادنا جميعا وهو أن نضمن لكل الأقاليم المتضررة تنمية حقيقية بكل الأوراق متعلقة بالجهات التحتية، متعلقة بالماء، متعلقة كذلك بالتعليم، بالصحة، بالاقتصاد، بالصناعة، بالتجارة، كل الصناعة التقليدية، كل ذلك فهو واش مفتوح اللي غيدار كذلك ظرف السنوات. زيادة على اتفاقيات غدار مع دول أخرى وما تم كذلك القيام به إطار التعاقدات اللي درناها مع رؤساء الجهات، وبغيت نشكرهم كذلك على الدور اللي تقوموا به اللي حد الاستقلال أساسا وديال أحزاب أخرى كذلك، باش أنه يكون واحد أنه دخلنا في واحد المنظور مندمج ديال التنمية، باش أنه ما يكونش الجهة في جهة والحكومة في جهة، أننا نخدموا جميع خصوصا في مجال ديال الجهات التحتية والماء باش يكون عندنا برنامج مشترك اللي غيتحقق على أرض الواقع. ما بغيناش أننا نعاودوا التجربة اللي كانت مع الحكومات السابقة ومع الجهات السابقة لنسبة إنجاز ما تجاوزاتش 10 إلى 15% من المخططات التنموية، بغينا نحققوا 100% من هذه المخططات التنموية إن شاء الله. ولمواكبة هذه الطموحات لا بد من تثمين الإنسان والإمكان البشري بما يجعله فاعلا ورافعة قوية للزخم التنموي في بلادنا، وتحسين جودة التعليم في المدرسة العمومية، وتوفير خدمات طبية متاحة وذات الجودة، وحماية القدرة الشرائية، وتقوية الطبقة الوسطى، وإرساء عدد من الآليات من شأنها الانتقال من السرعة القصوى في تحرير الطاقات لدى الشباب والنساء في المجالات الترابية وفي مقدمتها فرص الشغل. وفي هذا الإطار بالطبع الدور المهم اللي دار في إطار حوار اجتماعي واللي خفنا فيه الكثير، وإن شاء الله غنزيدوا نحققوا في إطار اللقاء إن شاء الله اللي غيكون في الأسابيع المقبلة مع السيد رئيس الحكومة، باش أننا نضمنوا تحسين ظروف عيش ديال الطبقات المتوسطة، ونضمنوا ارتفاع الأجور بالنسبة للفئات الأخرى التي لم تستفيد حتى الآن من هذه الزيادات. تنتكلموا معلوم من غير الزيادات اللي قالت الى القطاع التعليم او قطاع التعليم العالي او قطاع الصحه، فقطاع اخرى كذلك تستفد من هذه الزيادات باش نجعلوا انه هذه المرحله
هي تكون مرحلة ديال انتقال جماعي ونوقفوا واحد التخوف اللي عند العديد من الغرب، وهو التخوف من اندحار اجتماعي ديال الطبقات. تخوف كبير كاين، وانا نقول لكم سمحوا لي نخرج على النص، ولكن ضروري نقول لكم واحد الامر. الاجتماع الاخير ديال اجتماع ديال المجلس الحكومي دوزنا قانون التصفيه ديال اللي غيدوز ان شاء الله في البرلمان في الاسابيع المقبله ديال سنه 2022. هو قانون مالي، اول قانون مالي ديال هذه الحكومه. في الواقع ملي كنشوفوا المجهود اللي تبدل، يمكننا نقولوا بان هذا العمل استثنائي دارته هذه الحكومه. ونعطيكم بعض الامور اللي هي اساسيه. اولا ان بالنسبه لدعم القدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين، وقع الرفع ديال الدعم الى زاد من داكشي اللي كنا برمجنا، اكثر من 40 مليار ديال الدرهم، اكثر من 40 مليار ديال الدرهم، باش ما يتزادش الطحين، باش ما يتزادش السكر، باش ما يتزادش الغاز والبوطاغاز، باش ما يتزادش كذلك الكهرباء والفواتير الكهرباء ديال المواطنات والمواطنين اللي كانت غتضاعف لولا تدخل ديال هذه الدوله، لا كذلك ما هو مرتبط بالنقد باش انه ما يكونش زيادات كذلك على المواطنات والمواطنين بالنسبه للنقل الحضري، بالنسبه للنقل المسافرين الى اخره، زياده على المجهودات اللي دارت بالنسبه كذلك الجانب المتعلق بالمعاشات، لان صندوق المغربي للمعاشات ما بقاش عنده الامكانيه باش يخلص، وبالتالي الدوله اللي عطاته الحكومه اللي عطاته باش ان الناس توصلوا بالمعاشات ديالهم بلا ما يضروا، زياده على 13 مليار اللي دارت في اطار اتفاقيه اللي كانت كذلك مع حوار اجتماعي، اول اتفاقيه اللي تبرمات بها الحكومه في ظرف اقل من سنه واللي طبقات على ارض الواقع. وهادشي كله باش اننا نحافظوا على القدره الشرائيه للمواطنين. يد الراس قلت بان ما ضراش، لان النسبه ديال التضخم اي زياده في الاسعار وصلت 6%، ولكن لولا ذلك كان الخبز كان غيكون بجوج دراهم ونص، كانت البوطات كاز غتكون ب 40 درهم، كان السكر غيتزاد غيتضاعف الثمن ديالو، كان اللي عنده فاتوره الكهرباء ديال 600 درهم كان غيخلص 600 درهم، هادشي كله دار بفضل هذا العمل الحكومي اللي دخلنا فيها لتندافعوا عليها على القدره الشرائيه للمواطنين وعلى الطبقات الوسطى، لان هذا هو الهدف ديالنا وعلى الطبقات الفقيره، هذا هو واحد الاستقلال. وبالتالي هذا الامر خصنا نعرفوه. الوضعيه ماشي سهله. مع الحرب ديال اوكرانيا والتطورات اللي كانت الوضعيه ماشي سهله. وعندنا مشكل نقولوه باش نكونوا صرحاء مع المواطنات والمواطنين. باقي عندنا مشكل ديال السوق، وغان شاء الله نلقاو الحلول كذلك، رغم اننا رفعنا الاستثمارات ديال الدوله، الاستثمارات العموميه راه دازت وصلت الى 330 مليار بالنسبه للقانون المالي 2024. انا نقول لكم غير في مجال ديال التجهيز والماء مررنا من 45 مليار الى 64 مليار ما بين السنه الماضيه وهذه السنه، شوف المجهود اللي دار، اذا كاين مجهود استثماري، وهذا معلوم غيخلق فرص شغل، غيفتح المجالات العديد من المواطنين والمواطنين والمقاولات الصغرى المتوسطه بغينا تستافد اكثر من ذلك، عليها غيرنا الرسوم باش اننا نعطيوها الامكانيه باش انها تستافد من كل هذه الاوراس على الصعيد الوطني، ونديروا الافضليه الوطنيه اولا والافضليه المحليه والجهويه ثانيا، هذا هو التوجه اللي ماشيين فيه. ولكن رغم ذلك فهذا تيطلب منا مجهود اكبر، تيطلب منا اننا نزيدوا نراجعوا السياسات ديالنا في هذا الاطار، باش انه لان عارفين المفتاح ديال الطبقه الوسطى، المفتاح ديال الارتقاء الاجتماعي هو الشغل، والشغل اولويات اولويات بالنسبه لنا، وان شاء الله سنعمل من اجل ان نعمل على انجاز هذا الهدف، مع الدوره الشكر اللي تكلمت عليها واللي غيتلقى زاد الملك في كل المجالات، مع الجهودات كذلك تدار باش اننا نواكبوا المقاولات وباش نقدوها من الافلاس، مع الجهودات كذلك اللي تدار باش نقلصوا اجالات الاداءات باش نضمنوا واحد الحركه اقتصاديه حقيقيه، مع الجهودات اللي غدار في مجال ديال التعليم ومجال ديال التكوين والتكوين المهني والتعليم العالي، يعني باش نقول معكم بصراحه، ملي تنقولوا تحليه المياه اللي غدار في هذا المجال، تحليه المياه راه غتخلق العديد من فرص الشغل، ولكن خصنا نكون الناس مكونين باش يستافدوا من هذا الامر. بالتالي خصنا نكونوا باش يكونوا في المستوى ديال هذه التطلعات وهذه الانتظارات في هذا المجال. ملي تنتكلموا على
البطريات، فالبطريات كانت تطلب تخلق عليه الفرص الشغل، وبالتالي تطلب كذلك التكوين يكون في مستوى ديال هذا الامر. ولذلك كاين فرص، كاين امكانيات اللي اساسي، وهو ما نهضرش على القطاع فائق السرعه اللي حتى هو غيطلب كذلك مهارات جديده لما الناس زعما وجدوا نطوروها. انا باش نقول بان الحمد لله كاين فرص، كاين طموحات. الحاجه الوحيده اللي تخصنا هو الجديه، وجهه الملك اكد في الخطب ديالو على اهميه الجديه فيما نقوم به. الجديه على الصعيد العمل الحكومي، الجديه على الصعيد العمل الترابي، الجديه على صعيد القطاع الخاص، الجديه على صعيد كذلك الجمعيات والمجتمع المدني، والجديه بالنسبه للاحزاب السياسيه وتخليق العمل السياسي في بلادنا. إن نافع الاستقلال، نعتبر أن حزبنا عليه أن يكون في الموعد مع هذا التحول المتصاعد الذي تشهد بلادنا، بإذكاء قدرتنا الجماعية كاستقلالية واستقلاليين على الإبداع والاقتراح وبلورة الحلول والبدائل في مواكبة هذه التحولات وإنجاحها، باستحضار قيم استقلالية الأصيلة والفكر التعاوني المتجدد والتشبع بالحس الوطني الراسخ، وأن يكون المؤتمر المقبل محطة لإعادة تقسيم الأولويات وفرز وتوسيع قاعدة النخب الحزبية والسياسية القادرة على مواكبة هذه الطموحات والمشاركة في تفعيلها على أرض الواقع. إن الرهان معقود عليكم كما هو معقود على مختلف تنظيمات الحزب ومؤسساته وهيئاته وروابط المهنية وكافة المناضلات والمناضلين، من أجل رفع منسوب التهيئة النضالية ورص الصفوف ومواصلة تعزيز وحدة الحزب وتماسكه تحت سقف البيت الاستقلالي الجامع الحصين بمناعته التنظيمية، وذلك لإنجاح استحقاق التنظيم الأكبر وهو المؤتمر 18 الذي نريد له أن يكون مؤتمرا جامعا، مؤتمرا كمحطة تنظيمية فارقة في تاريخ المغرب وفي تاريخ الحزب، لمده بنفس جديد وانطلاقة جديدة لتحقيق الريادة المنشودة في المشهد السياسي والحزبي. كما نريد ونقولكم رابغيناكم تقوموا بالدور ديالكم في هذا الإطار في المؤتمر 18، وهو بغينا أن هذا المؤتمر يكون كذلك محطة للتقييم، محطة للنقد الذاتي، وحزب الاستقلال حزب النقد الذاتي، محطة لتطوير الأداء وتحديث آليات العمل والاشتغال وتجديد النخب وتطوير الفكر التعاوني بما يعزز جاذبية العرض الاستقلالي ويجعله قادرا على مواكبة هذا الجيل الجديد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس عيد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.